نور، انت بتحبي العرق صوص؟ لا لا بحب التمر الهندي. انزين، انا كتير بحب العرق صوص. قليلين البنات اللي بيحبوا العرق صوص وهيك ما حاولت اشربه، حاولت اشربه حسيته مر. التمر الهندي امر الدين بحبه، اما العرق صوص لا ما بحبه، بحس اكثر شيء الكبار بحبوه. بتعرفي كتير اخذ ترند على الفيسبوك، كل الناس قاعدين انه اللي اخترع صحيح السوس وما بعرف شو، بس بالمقابل هو له فوائد كثيره والناس صحيح. ازواق. وبما انه عم نحكي عن الاكلات الرمضانيه والمشاريب الرمضانيه، تخبيصات كثير بتصير بشهر رمضان المبارك بين الحلو وبين المالح وبين المشاريب، وشو بصير بالمعدة وشو بصير بجسمنا. رح نحكي أكثر بموضوع التغذية وحماية الجسم خلال الشهر الكريم مع أخصائية التغذية ديما سلم. صباح الخير، أهلا وسهلا صباح فيكي. النور، صباح النور، يسعد صباحكم صباحي. ورمضان كريم يا رب، عليكم وعلى الجميع يا رب. يسعد صباحك. بالبداية خلينا قبل ما نفوت نحكي عن المشاكل، فينا نقول الهضمية، اللي ممكن ترافق حالة الصيام بسبب المائدة السورية، لأنه غنية يعني بالأكلات الكتير طيبة وبنفس الوقت دسمة كتير. أهمية الصيام للجسم، نعرف الصيام كتير مهم للجسم، ممكن يعمل غسل للسموم خلال هي الحالة. أكيد طبعاً الصيام كتير مهم، يعني شهر رمضان هو شهر البركة والخير والرحمة والصيام. فينا منقول أنه شهر هو يعني الواحد بيكسر عاداته اللي كانت خلال سنة كاملة، خلال 11 شهر نحن ماشيين على نمط غذائي معين، فخلال هذا الشهر نحن منغير عاداتنا كلها الغذائية بتتغير. هذا الشيء بيساعد كتير الجسم على أنه يعيد تأهيل حاله من جديد. يعني أنا مثلا الناس اللي بصوم الصيام لمدة 14-15 ساعة أو 15-16 ساعة، هذا الشيء بيساعد كتير الجسم على أنه يعيد يستهلك الخلايا التالفة اللي موجودة جواته. في كتير فوائد للصيام، يعني كلنا بنعرفها منها، مثلا أنه بخفف نسبة الالتهاب بالجسم. يعني كتير دراسات أثبتت أنه الصيام لمدة 14-16 ساعة بخفف من نسبة الالتهاب بالجسم، وبيساعد الناس على أنها تتجاوز هاي الآلام اللي ناتجة عن الالتهابات. إضافة لهيك مثلا الصيام لما بيمر 8 ساعات بعد الصيام، شو بيصير بالجسم؟ نسبة السكر بالجسم بيستهلك الجلوكوز الموجود بالدم. بعد ما استهلك الجلوكوز اللي موجود بالدم، ببلش يكسر الجلوكوجين اللي مخزن عندي بالكبد وبالعضلات. هذا الشيء بيساعد على خفض نسبة السكر بالدم. طبعا نحن بنعرف كل ما خفضت نسبة السكر بالدم، هذا الشيء بيساعد مرضى خاصة السكريين على الحفاظ على مستويات سكر آمنة. إضافة لهيك الصيام بيساعد على خفض الضغط، كمان الصيام بيساعد على خفض الكوليسترول والدهون الثلاثية اللي موجودة بالجسم. الصيام هو عامل انه مساعد كثير على كسر التعلق النفسي بالاكل. يعني في ناس كثير طول ما انا قاعده مثلا اني جزء يعني من المجتمع، طول ما هم قاعدين بضلوا يفكروا شو بدي اكل او شو بضلوا بينقرشوا مثلا. الصيام بيساعد على كسر الحاجز النفسي للتعلق بالاكل. كمان الصيام بيريح المعده والامعاء، وبتدخل المعده والامعاء بمرحله سكون وهدوء، وبتصير يعني هي فترة راحة للجسم من الأكل. نعم ديما، يعني بظل الوضع الاقتصادي اللي عم نمرق فيه، في كتير ناس يمكن ما عم تعطي الجسم الغذاء الصحيح والصحي اللي بيلزمه بعد ساعات طويلة من الصيام. خلينا نحكي عن أهم المكونات يلي لازم تكون موجودة، اللي هي اوريدي موجودة بكل بيت، لحتى نعوض شوي من السوائل، نعوض من الفيتامينات، ونستعيد يمكن عن أكل اللحوم والدجاج بخضروات كمان. إذا بدائل تماماً. تمام. هلا هي نحن الصيام هو عم يكون فتره طويله، يعني هي فتره ما أنا قصيره، يعني 14 او 15 ساعه، فهي فتره منيحه. خلال هاي الفتره بيفقد الجسم كميه كبيره من المي والفيتامينات الموجوده فيه. ففتره الافطار وفتره ما بعد الافطار للسحور هي المفروض تكون فتره تعويض نوع ما عن الاغذيه اللي بيحتاجها الجسم. هلا بدنا نحكي مثلا على فتره الافطار. فتره الافطار اول شيء الانسان الصائم لازم يفطر على كاسه مي او كاسين مي. المي لازم تكون فاتره
او بدرجة حرارة الغرفة ما تكون باردة مشان الجهاز الهضمي ما يعني ما بصير تلبك بالجهاز الهضمي يعني من نوع من التشنج، لانه هو بيكون سائل بحد سكون وهدوء والجهاز الهضمي فارغ تماما، بيجي الماء البارد بيسبب تشنجات للجهاز الهضمي، فالمفروض الماء يكون فاتر او بدرجه حراره الغرفه، كاسه او كاسه ونص مي. بعدين نحن شوي ثاني بعد المي بنبلش بالتمر، حبه لا ثلاث حبات تمر. بعدين بنبلش بالشوربه، بناخذ اي نوع شوربه موجود عندنا، فينا نعمل شوربه الخضار، فينا شوربه الشوفان، شوربه الشعيريه، شوربه العدس. بعدين بنشوف نحن ممكن ناخذ صحن او كوب من السلطه او الوجبه الرئيسيه. نجي على الوجبه الرئيسيه اللي عم نحكي انه نحن حسب الوضع الاقتصادي ممكن كثير عائلات انه مثلا او يعني شريحه من المجتمع مثلا معينه هي ما كثير فيها تدعم هاي الموائد باللحوم والاشياء اللي كثير غاليه كل الشرائح دي ما كل الشرائح كلنا صرنا. ففي شيء يعني بالغذاء في شيء اسمه بدائل غذائيه، يعني انا لما بدي اخذ حاجتي اليوميه مثلا من البروتين بدل ما اخذها من اللحوم الحمراء او من اللحوم الغاليه تعتبر نوعا ما، بقدر اشوف مثلا المصادر الاقل تكلفة اقتصادية على المواطن. يعني مثلا فينا ناخذ الحبوب والبقوليات ونخلطها مع بعضها، نحصل على الحاجة اليومية من الأحماض الأمينية اللي هي اللي هي بيحتاجها الجسم بشكل يومي. طبعا الفرق بين البروتين الحيواني والبروتين النباتي هو بعدد الأحماض الأمينية اللي بيحتاجها الجسم. لما باخذ أنا بروتينات من مصادر الحيوانية اللي هي مثلا اللحوم الحمراء والدجاج والسمك وغيرها، لما باخذ البيض والحليب ومشتقاته لما باخذ منها فانا باخذ حاجتي من الاحماض الامينيه، بس لما باخذ مصادر نباتيه اذا بدي اخذ نوع واحد فقط من مصادر النباتيه فانا باخذ على جزء من الحاجه اليوميه للاحماض الامينيه. فالمفروض اني انا اخلط نوعين من البروتينات النباتيه لحتى احصل على حاجتي. ففينا نحن مثلا نستعيد عن هذا الشيء بالبروتينات النباتيه اللي هي طبعا حتى هي ما أنا يعني تعتبر انه هي رخيصه او شيء يعني كمان يعني منيحة يعني. فمثلا الفول والحمص والعدس والبرغل والفريكة والبازيلا كلها بتحتوي على بروتينات مناسبة للجسم ومفيدة وبتعوض النقص اللي حاصل خلال النهار. طيب خلينا نحكي بعد الأفطار، يعني في كثير الناس بتقلك أنا على الأفطار ما بقدر أكل كثير، في ناس بتقلك أنا ما بتسحر بس بفطار، خلينا نحكي عن الوجبات المهمة بعد الأفطار، يعني في ناس بتاكل وجبة خفيفة، قديش المهم السحور؟ يعني أغلب الناس اللي بنقابلها بتقلك أنا ما كتير بحب أتسحر، مع إنه بنعتبر نحن وجبة السحور هي وجبة كتير أساسية لتقدري فعلاً تكملي نهارك لأنه نحن عم نصوم لساعات طويلة. تماماً. هلأ بعد الفطور، بعد الإفطار اللي بيكون مثلاً الساعة 7 إذا بدنا نحكي بالتوقيت أو بعدد الوجبات، إذا كان الإفطار بالسبعة للسبعة والربع، بعد ما نخلص الإفطار ساعتين ممكن ناخذ شيء مثلا قطعه فواكه حصه او حصتين من الفواكه، ممكن ناخذ مثلا شوربه، ممكن صحن سلطه، ممكن مثلا الناس اللي بتحب المكسرات انها تاخذ هي حصه من او حصه وشوي من المكسرات لانه الجسم كمان بيكون بحاجه هي الدهون الصحيه اللي موجوده بالمكسرات. بعدها بساعتين يعني احنا بناخذ فطور سناك سحور، يعني مشان نقدر نجزئ كميه او حاجتنا اليوميه نجزئها على عده وجبات، لانه ياخذ الحاجه اليوميه كلها على الفطور فحيصير في عسر هضم وحيصير في تخمه والمعده ما حتهضم وفي اغذيه كثير ما حاستفيد منها، خاصه الفواكه المفروض تتاخذ على معده فاضيه او شبه فارغه يعني مشان يقدر الجسم يهضمها ويمتص هي الفيتامينات اللي موجوده فيها بدون ما تتعرض للتخرب والتخمر. نعم. خلينا نروح الى المشروبات، الى اكل الحلو، كمان يمكن بتكثر اكلات الحلويات الشهية بشهر رمضان المبارك والمشاريب المتنوعة من الجلاب ومن التمر هندي واللي فيها سكريات وملونات عديدة. خلينا نحكي عن المشاريب وعن مدار الحلو أيضا. مدار الحلويات هلأ يعني برمضان في ناس كتير بتشتهي الحلو، يعني لأنه في فترة هي بينزل فيها سكر الجسم فبصير الجسم بيطلب الحلويات، فانه يعني مو غلط ابدا انه الواحد ياخذ حصه او حصتين من الحلويات اللي هي مثلا ضمن حيكون ضمن نظام غذائي معين، فمو غلط انه ياخذ حصه او حصتين من الحلويات. هلا المفروض انها هي تكون الحلويات صحيه نوعا ما، يعني خفيفه الكريمه القشطه هالقصص، يعني انه قد ما بيقدر الواحد يخفف منها.
بالنسبه للسوائل والعصائر، هلا بنعرف نحن عصائر رمضان مش هو شهر رمضان مبارك، بعصائر كثير يعني هي مفيده للجسم مثل التمر الهندي مثل القمر الدين، هي بس يكون طبيعي ما يكون يكون طبيعي ملونات. هذا اللي عم هل بدي احكي عنه لقدام، يعني انه التمر الهندي، قمر الدين، الزنجبيل وليمون، ليمون مع نعنع، الشاي، الشاي طبعا كاسه او كاستين، القهوه، المشروبات العشبيه اللي هي بابونج ونعنع وكمون، هالقصص كلياتها هي المشروبات هي مفيده للجسم وبتعطي نوع من الهدوء وبتعوض فيتامينات. يعني اذا بدي اخذ مثلا شراب برتقال مثلا بيعود لي فيتامينات اللي اخذتها خلال النهار، لانه انا خلال النهار صائم عم شو عم يفقد، عم يفقد المي بالجسم. وفي عندي مجموعه فيتامينات منحله بالمي، هي فيتامين سي ومجموعه فيتامينات بي. هاي الفيتامينات مفروض ارجع اخذ سوائل، لا سوائل وسوائل هي مو سوائل عاديه تكون مثلا انه ملونات وهي الظروف اللي بتنحل يعني ومنكهات صناعيه، المفروض تكون سوائل طبيعيه، عصائر طبيعيه لاقدر ارجع اعوض هاي الفيتامينات اللي انا لازم اخذها بشكل يومي. يعني هذا اللي بدي اسالك عنه، في كثير من الناس بتقول لك مثلا انه انا ما كثير بقدر اشرب مي، واحيانا في ناس بتقول لك لا بعوضها مثلا مثل ما قلتي ببعض العصائر او المشروبات اللي هي ملونه يعني فيها نسبه عاليه من السكريات. خلينا نحكي النسبه المعقوله اللي لازم الناس تاخذها خلال فتره الافطار، ان كان مي او سوائل اخرى صحيه، يعني حتى الناس بتلجا للظروف المحلوله لانه هي ارخص، يعني نحن عم نحكي عن مواد طبيعيه كمان نفس الوقت غاليه، ومي كمان يعني كميات المي قديش لازم تكون. هلا هو المفروض قلنا انه نبلش نحن الافطار بالمي، كاسه مي المفروض من الافطار للسحور يتناول الشخص لترين مي، يعني هن حوالي 8 كاسات لترين لترين مي يكون صايمه كاسه حوالي 8 كاسات. طبعا موزع، مو انه مثلا باخذ القنينه وبشرب، يعني بشرب لي نص لتر للتر، لا هذا الشيء غلط، لانه المي يعني المي هضمه واستقلاءه يعني هضمه كثير سهل دغري بتروح بالجسم. فالمفروض من الافطار لحد السحور انه يكون في عندنا 8 كاسات من المي، اضافه للشوربه، اضافه الشوربه كثير مهمه على الفطور، الشوربه والسلطه كثير مهمين، اضافه للعصائر بيتناولها، المشروبات والعصائر بتناولها بين فتره الافطار وبين فتره السحور. وهي العصائر المفروض انها هي ما تكون من العصائر الصناعيه الغنيه بالملونات والسكريات، لانه انا الجسم ما هيك ما حيستفيد منها، يعني ما حيكون في فائده للجسم. هي عباره عن سعرات حراريه اضافيه للجسم فقط، خاليه من اي نوع من انواع الفيتامينات او المعادن. في فرق كبير بين اني انا اخذ مثلا حبه برتقال واعصرها او حتى بكاسه وضيف لها شويه مي واشربها، وفي فرق بين اني اجيب ظرف حله فانا بكون ما اخذت شيء نهائيا، يعني شربت سوائل، اخذت سكريات، اخذت كالوري للجسم، سعرات حراريه، وما استفدت، ما في اي فائده غذائيه للجسم. نعم ديما، خلينا نحكي عن مرضى السكري، اكيد هن كثير بيتطلبوا سكر بالايام العاديه، فما بالك اذا كانوا صايمين تحت طبعا تحت اشراف الطبيب او تحت استشاره الطبيب. يعني هون بعد الصيام هن كثير بعد الافطار بيطلبوا كثير سكر والسكر ممنوع، كيف بدهم يعوضوا هي الرغبه؟ بصير عندهم حاجه كثير كبيره لانه ياكلوا سكر، يشربوا شيء فيه سكر، كيف فيهم يعوضوه لحتى هيك يخففوا طلب جسمهم؟ هلا مرضى السكري خلال فتره الصيام تبعهم تنزل مستويات السكر عندهم، ففعلا هذا الشيء بسبب حاجه، الجسم بيصير لحاله بيطلب الحلويات والشغلات اللي منكهه بالحلو. فمريض السكري خاصه لما بده يجي على الافطار لازم يتناول كميات، يعني ما ياكل كميات كبيره من الاكل، ما ياخذ كميات دفعه كبيره من الاكل على المعده، لانه هذا الشيء بسبب ارتفاع عالي بنسبه الانسولين بالدم، فبسبب يعني تأرجح مستويات السكر، بصير هبوط وارتفاع هبوط وارتفاع، هذا الشيء كثير بيأثر على الجسم. إضافة لهيك مريض السكري إذا بده يعوض الحلويات اللي بده ياخذها، بده ياخذ حلويات من مصادرها الطبيعية بنسب محددة، بنسب محددة، بنوعية وكمية محددة. يعني هلا خلينا بس ننوه، التمر شو؟ تمر سكريات. يعني التمر مسموح؟ مسموح طبعا. انا الفكره هون عندي اول شيء النوعيه، بختار نوعيه تكون جيده، بختار كربوهيدرات معقده تكون طويله فتره الهضم والاستقلاب، بيقولوا لها جلاسيميك اندكس مرتفع بيكون لها، فبده وقت طويل لحتى الجسم يستهلكها الاستقلاب. فانه في مثلا لمريض السكر بيكون محدد له حصتين لثلاث حصص من
الحلويات اللي هو بياخدها بعيد عن النشويات. يعني اذا اخذنا مثلا حصص نشويات 8 حصص او 9 حصص ناخذ حصتين او 3 للحلويات. يعني خلينا نحكي شو هن المسموح. 3 حبات تمر هي مسموحه. مسموحه حصه واحده بس بالمقابل ما بناكل فواكه. هي حصه واحده. هلا التمر اخذناه من الفواكه اللي هو من السكريات. تمام. التمر هلا اعتبرنا انه انا اخذت مثلا ما بناكل تمر وبناكل وجبه وبعد الافطار بنقعد بناكل فواكه. تمر هو حصه فواكه بنرجع مثلا بعد بساعتين بنرجع بناخذ حصه واحده من الفواكه. قطعه واحده من الفواكه اللي هي حصه مثلا تفاحه موزه متوسطه مثلا فريز 6-7 حبات فريز. بس كثير بيتشهونوا يعني كثير قد ما حاولتي تضبطيهم يعني الكبار بتحاولي يعني مع رمضان فينا لقلك شيء فينا نحتال نحن يعني على هذا الموضوع نحتال على هذا الموضوع. يعني مثلا مريض السكر اذا بياكل قطايف مثلا فينا القطايف بدل ما نقليها نشويها شويه بلا قطر بحط لها شيء خفيف من برا زبده او نوع من انواع الدهون مثلا وبحط لها قطر مبلا. في قطر بالسوق هو عباره عن المواد اللي هو فيها سكرين الصناعي اللي حكينا عنه انه هو يعني نوعا ما انه هو صحي بالنسبه لمريض السكر انه يتناوله اكثر ما ياخذ السكر الابيض اللي هو سكر المائده. في كمان لما بدنا نعمل القطر او لما بنشتري القطر فينا ناخذ قطر لايت انه هو يكون خفيف بالسعرات الحراريه. طريقه تحضير القطر اذا حضرناه بالبيت يعني بدل ما نحط كاستين سكر كاسه مي فينا نحط كاسه مي ونص كاسه سكر للقطر. فهذا الشيء يعني عم اقول لك في شغلات الواحد يعني انه ممكن يتعلمها انه هو يخفف من تاثير او مخفف كميات السكر اللي ياخذه بنفس الوقت ياخذ الشيء اللي هو بده اياه. طيب بالختام هيك سريعا خلينا نعطي بعض النصائح لكل الناس اللي عم تتابعنا قديش مهم فعليا نهتم بنظامنا الغذائي خلال شهر رمضان وهي فرصه اساسا لتعمل اعاده هيكليه تماماً. لجسمك من الحاله تماماً. الصحيه فينا نحكي تمام. يعني هلا هو شهر رمضان مبارك يعتبر انه هو فينا نحط حالنا نحن على بدايه الخطوه لحتى نمشي على نظام غذائي صحي. فينا خلال هذا الشهر نعود حالنا على عادات غذائيه صحيه تفيدنا او نمشي عليها او من خلالها نغير نمط حياتنا لقدام. يعني انا بمشي بنمط غذائي لقدام بصير خلص بمشي عليه. يعني بصير بس اطلع برا هذا النمط الغذائي بحس حالي انه انا لا عملت شيء مثلا انه عم باذي حالي او هذا. فانه خلال شهر رمضان المبارك يعني بما انه عم ينكسر الحاجز النفسي مع الاكل للتعلق بالاكل فبنقدر نحن نغير نمط غذائنا نصير نعتمد على المشوي وعلى المسلوق. يعني بدل ما نعتمد على المقالي الشغلات هيك اللي فيها زيت الشوي احسن تماما. فبصير بنعتمد على المشوي وعلى المسلوق. على فكره هو صحي كثير وهو بتستطعمي بطعمه الاكل يعني طعمه الشيء اللي انت عم تاكليه يعني بدل ما تقلي اكثر صحي تماما. نعتمد على المشوي وعلى المسلوق نعتمد على ناخذ خضار وناخذ فواكه بمواسمها. شو يعني؟ يعني مثلا هلا شو في موسم فريز مواسم مو انه مثلا يعني انه بيوت بلاستيكيه او شيء. انه الخضار الموسميه كثير مهم انه نحن ناخذها بموسمها لانه هي بتعطي شو الجسم بهذا الفصل بحاجه بتعطي. يعني ملاحظ مثلا الفواكه الصيفيه بنلاقيها غنيه بالمي لانه الجسم بحتاج مياه. مثلا الخضار والفواكه الشتويه بتلاقيها غنيه بالسعرات الحراريه لانه الجسم بحاجه لها. فضروري كثير انه ناخذ نحن الفواكه والخضار بمواسمها. يعني انه هي العادات اللي انه من خلالها تمام بصير الواحد انه هو ببلش بنمط غذائي. انواع السلطات المفروض تكون انه كل يوم في نوع سلطه جديد المفروض كل يوم اكيد. يعني ولازم كثير منيح ننتبه على غذائنا الصحي ونبتعد يمكن عن الملونات عن السكريات تماماً. وعن المعلبات وكثير بدنا نتشكرك تماما ديما سلوم اخصائيه التغذيه. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا فيك. شكرا لكم ورمضان كريم. رمضان كريم. شكرا لك رمضان كريم.